السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. الفيديو اليوم بشارك معاكم جوابين لسؤالين مهمين بنفس الوقت بسيطين عن الورك فلو بين سكتشوب وربعت. في الجزء الأول من الفيديو بنتعلم طريقة الإكسبورت للموديل من سكتشوب وندخله أو نسوي له إنسرت للربعت، وبستعرض معاك بعض الحلول إذا صارت معك مشكلة، وكتبت لك أيضا هذه الحلول في الوصف تحت الفيديو. وفي الجزء الثاني بنشتغل على العكس، يعني طريقة الإكسبورت من ربعت وإمبورت سكتشوب. فلو تهمك هذه المواضيع شاهد الفيديو للآخر، كل الطريقتين بسيطة جدا. ولو مهتم بأحد أجوبة هذه الأسئلة تقدر تمشي لي الفيديو للجزء اللي أنت مهتم فيه. زي ما أنت شايف شريط الفيديو مقسم الأجزاء، وأحرص دائما أني أسوي هذه الخطوة احتراما وتقديرا لوقتكم. قبل لا نبدا احب اقول لك اني حطيت لك رابط في الوصف من خلاله تقدر تنزل مجانا ملف سكتشوب ورفت للمشروع اللي بنشتغل عليه بهذا الفيديو. اما الان خلونا ننتقل لسكتشوب ونبدا الجزء الاول. في الجزء الاول عندنا هذا الموديل في سكتشوب ونبغى ندخله للرفت. هنا مرسوم طبعا كامل في سكتشوب. فالطريقه بكل بساطه انه بنروح لقائمه فايل، وبعدها بنروح لسيف از. في بعض الناس بتروح وتختار اكسبورت وتختار 3D. طبعا هذه الطريقه صح وهذه الطريقه صح، لكن هذه الطريقه اللي انا اعتمدتها، نضغط على سيف از وبعدها نختار فيرجن اقدم من سكتشوب. ممكن نختار 6 نسميها بس عشان نميزها مثلا 6 ونضغط على سيف. هذا كل اللي بنسويه في سكتشوب. الان بننتقل للرفت. بنروح الرفت وبعدها نروح النيو ونختار من هنا انه يكون اركتكتشر تمبلت، نضغط على open. اول ما يفتح عندنا طبعا ممكن نشتغل من البلان فيو عادي او ممكن نشتغل من 3D فيو. ممكن نروح لل 3D. الان طبعا في طريقتين ايضا، ممكن نسوي insert ونختار من هنا linkcut، لكن من الافضل انك تروح الماسينج انسايد وتختار in place mask، نحطها داخل الماس. نسوي close هذا المسج مو مهم. بعدها من هنا نسمي الاسم اللي نبغاه ونضغط على okay. بعدها نروح لقائمة insert ومن هنا نختار linkcut، نروح المسار المشروع. لو ما لقيت الملف هذا معناته بس انه الفايلز اوف تايب تغير من هنا انه DWG لانه هذا الكاد، نختارها انه sketchup ونختار المشروع. ومن هنا طبعا نختار الملف، ومن هنا طبعا هذه الاعدادات لو احتجت تغير فيها، وبعدها نضغط على open. نستنى ثواني بس، طبعا على حجم الفايل بياخذ وقت، يعني لو في furniture او في details كثيرة ممكن ياخذ وقت اكثر. فكذا بكل بساطة جاء عندنا المشروع. هنا ما راح نقدر نحركه لأنه بيكون بن. طبعا ممكن نضغط على UP على الكيبورد أو نضغط على نفس الآيكون للبن أو نختارها من الموديفاي أن نضغط من هنا على بن أو أن بن ونحركه عادي. نضغط على الموف تول أو MV ونحركه بالمكان اللي إحنا نبغاه مثلا بهذا الشكل. ممكن نغير أيضا الكرافت ديسبلاي أوبشن عشان نشوف شكله. فكذا دخل وما عندنا فيه اي مشاكل. لكن لو انت صار عندك اي مشكله، طبعا في بعض الايرور اللي ممكن ريفت عادي يمشيها او يدخل الموديل، لكن في بعض الايرورز لا، ولو جيت تسوي صح ما راح يقبل معك. فممكن من هنا انه لازم تنظف السكتشوب فايل. كيف تسوي، كيف تنظفه؟ هذه الحلول اللي قلت لك عليها وحطيتها لك ايضا في الوصف تحت الفيديو، تمشي عليها. ممكن تستخدم extension، ممكن تروح لقائمة ويندو وتنظف أو تمسح الأشياء اللي منت تستخدمها، أو تستخدم extension اللي اسمها clean up. بكذا تقدر تدخله للرفت بدون ما يكون عندك أي مشاكل. بس لما تخلص اضغط على علامة الصح. فهذه بكل بساطة الطريقة الأولى. ننتقل للجزء الثاني. الآن عندنا هذا الموديل مبني في ريفت ونبغى نسوي له إكسبورت. الخطوات جدا بسيطة، لكن قبل لا نبدأ بخطوات الإكسبورت بنسوي نقطتين أو خطوتين جدا مهمة. الخطوة الأولى إنه بنسوي هايد لأي شيء إحنا ما نبغاه يبان عندنا في سكتشوب، مثل ليفل، سكشن بوكس، بلانت، أي شيء عندك ما تبغاه يبان في سكتشوب سوي له هايد من ريفت. كيف نسوي هايد؟ بكل بساطة مثلا ما نبغى هذا الفلوري بان معنا، نضغط عليه في الماوس رايت كليك ونختار هايد ان فيو، نختار اما element او category. element العنصر نفسه يعني فلور هذا بس، او الكاتيجوري يعني كل الفلورز اللي موجودة في المشروع. طبعا بعدها لما ترجع للرفت وتبغى تشتغل فيه كيف تسوي انهايد لهذه الاليمنت، بكل بساطة تجي هنا الريفيل هيدن اليمنت وتختار مثلا هذا الليفل نبغى نرجعه، نختار انهايد اما للكاتيجوري او للاليمنت نفسها. لما نخلص نضغط هذا الاكس. فهذه الخطوة الأولى. أما النقطة الثانية، من الأفضل أيضا أنك تسوي groups، مثلا الفرنيتشر مع بعض، الوولز مع بعض. هذا بيسهل عليك الورك فلو لما تروح تشتغل في سكتشوب. فبعد ما تسوي هذه النقطتين أو هذه الخطوتين بنروح الآن ونسوي export. بكل بساطة بنروح لقائمة فايل ونختار export ونروح للكاد فورمات، من هنا نختار DWG.
قبل أن نضغط على النكس بندخل على هذه الثلاث نقاط، وهذه النقطة جدا مهمة، ونغير نوع السوليد لهذا النوع ونضغط على أوكي. بعدها نضغط على النكست ونحفظ بالمكان اللي احنا نبغاه، بس نغير فيرجن الكاد او نسخة الكاد من النسخة الحديثة مثلا 18 ل 7، وبعدها نضغط على اوكي. وكذا يكون خلصنا النقطة الاولى. الان بننتقل لسكتشوب، وبنفس الوقت الوقت اللي بياخذه لما يسوي اكسبورت بحسب التفاصيل اللي موجودة في المشروع. بعدها بنروح لسكتشوب ونسوي له امبورت. من هنا ملف فاضي في سكتشوب، بنروح الفايل ونختار امبورت ونختار الملف. من هنا طبعا لو كان الملف ما هو باين عندك غير من هنا النوع انه يكون الاوتوكاد، بس هنا مكتوب all supported files او types فهي اوكي. نضغط على import، نستنى ثواني. طبعا ايضا الimport بيكون على حسب حجم المشروع، ممكن يكون بسرعة وممكن ياخذ معك وقت. نضغط على close. فكذا بكل بساطة جاب لنا اياه، وممكن نبدأ نشتغل عليه في SketchUp. عندنا هي كامل بكل التفاصيل، وهذه الطريقتين بكل بساطة. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدت والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة في المستقبل، أشعرني بالضغط على زر اللايك. ولو تحب تتعلم أكثر عن التصميم وبرامج التصميم، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي استفسار، سؤال أو اقتراح، لا تتردد بمشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو بتسمعني لهذه اللحظة، أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.